الكنز في لعبة الكنز ألوانها كثيرة، اختر وافتح وافرز تلقى هدايا كبيرة. الكنز تقرا مليح في المدرسة تكون معانا في الحصة، أنا وانت عطيكم فرصة وتجيبكم من كل بلاصة. واو 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 واو. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي اخواتاتي اللي راكم تشوفوا فينا الداخل والبرا وفي الخارج. اليوم نهار ماشي كيما الايام، اليوم اول نوفمبر، يوم اول نوفمبر اندلاع الثوره للمجاهدين الله يرحمهم ويوسع عليهم بهم هما رانا عايشين احنا. واليوم جبنا زوج ولايات، ولايه بومرداس ياسمين. انا اللي اسمهم ياسمين كاع يزوخو كاع يزوخو. تفضلي ياسمين، مرحبا بك. يلا نروحوا لولايه المديه سونتر، ولايه المديه سونتر. عبد السلام، عبد السلام مرحبا بك. مرحبا بكم. حنا اليوم ما نبداوش الحصه تاعنا كالعاده، نروحوا نديروا النشيد الوطني اللي ضحاوا عليه الرجال. يا أطفال اللي المعدل ديالو 8 فما فوق وحاب يشارك معنا في برنامج الكنز ولا يربح معنا هدية، ما عليكم غير تتواصلوا معنا عبر صفحة الانستغرام ولا الفيسبوك الظاهرة أسفل الشاشة. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. الله يرحم الشهداء الأبرار. نقولكم يوم ماشي كيما الأيام، اندلاع الثورة، الثورة تاعنا اللي ضحوا عليها جدادنا وحبابنا وهما اللي ضحوا على البلاد. نقولهم الله يرحمكم ويسع عليكم، بكم انتم رانا احنا هنايا، بكم انتم اصبحنا مستقلين، بكم انتم اصبحنا احرار. 1 2 3 ديما 1 2 3 ديما. مرحبا بكم. اليوم عندي زوج بنت ولد، بصح كبار هادو كبار. اليوم اول مره نجيب كبار، طاحوا لي 12 سنة 13 14. نروحوا لبومرداس. مرحبا بك. الله يسلمك. ياسمين كي غير تزوخي. نبداو نهضروا بعد تزوخي. هيا ياسمين، وشحال في عمرك والمعدل باش يعرف؟ عمري 12 سنة، نجيب معدل 17 18، تكون في عيد بومرداس. بابا هي مسكينة تجيب غير 7 7.8 هكا ياسمين. وشنو؟ لا وشنو؟ أو لا 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 لا، رجل على رجل. لا هادوما هادوما ماتوا الشهداء ورانا عايشين احنا هكا، الله يرحمهم. الله يرحمهم. نقول لك ياسمين مرحبا بك عندنا. يسلمك. واليوم ان شاء الله انت واش حبيتي تدي كي جيتي من الدار؟ اي حاجه، المهم المشاركه. بابا واعره خلاص، دوكا كبرنا، اليوم جبنا الكبار. دوك نشوفوا خونا مين جا من مديه. اعطينا ايه؟ اسمك واللقب والمعدل ودبر راسك. اسمي عبد السلام بغدادي، عمري 14 سنه، جيت من ولايه المديه، ندي 17 18 معدل. بابا اليوم جبت سحاب 7 و8 هكا مساكن، هذوما ما عندهمش، عندهم تحت المعدل. الله غالب مساكن، انا جبناهم اليوم باش يولوا يعرفوا يقراوا. يوم ما كاش منها، هادو تلاميذ النجباء اللي جبناهم اليوم، الله يبارك عليهم، اعطونا تصفيقه حاره عليهم. يلا حنا قال لك اللي يقرا مليح في المدرسه وشنو؟ يكون معانا في الحصه. هنا جبنا النجباء اليوم، النجباء ما جاوش وحدهم، جاوا مع والديهم. وثاني جبنا فرقة المواهب البارئة، فرقة المواهب البارئة ما شاء الله. نروحوا نشوفوا رئيس الفرقة نتكلموا معه. يلا جندي تاعنا، يلا اليوم عندنا جندي اللي راح يخدم معانا. يلا
السلام عليكم. السلام ورحمة نشكركم الله. على الاستضافة الثانية يعني معكم. ان شاء الله نكون احنا ماشي احنا اللي جبناك. احنا كاين بزاف اللي بعثوا لنا في البلاباج تاعنا في الفيسبوك، قالوا لنا هذيك المسرحية اللي درتوها بكاتنا باش نعطيك على علم برك. احنا هذيك المسرحية كي شفناها والله ما كانش واحد ما قال لناش عليها، عجبتنا المسرحية. وزيد عندنا عسكر، عندنا مجاهدين اليوم، مرحبا بك. الحمد لله. يعني هذه فرقة تأسست عندها مدة عام، والأعمال يعني اللي راه تقوم بها كامل من الأعمال توعنا، يعني ما راحش نجيبوا أعمال واحد أخرين ونعاودوهم. ما شاء الله. آه يعني كل أنتم تديروا كل شيء، من التأليف وحتى الأغاني، من التأليف والألحان، حتى الأغنية اللي جازت على فلسطين في المرة اللي فاتت كانت من الأعمال تاعنا. كلش جزائري، كلش جزائري ومن البويرة، جزائري وخاص بالفرقة كذلك. الله يبارك. ما شاء الله. ما شاء الله. ونشكر يعني الاستاذ محفوظي فيصل اللي راه هو مشرف على معليش يهضر معنا على فرقه المسرح. نعم. والاستاذ رمال احمد شاكيب اللي هو التوزيع الموسيقي. ما شفناه ما شاء الله عليكم. انا عجبني الحال، شغل فرقه مجموله. وزيد راكم ماشي في البويره انتوما، في العماريه ولا في القادريه؟ في القادريه. شحال بعيده على البويره؟ 30 كيلو. 30 كيلو. وعندكم هادو كاع من القادرية؟ من المدرسة. نشكر ثاني على إدارة مدرسة، مدير مدرسة غاني علي اللي راه فاتحنا. غاني علي هذا أصلا هو مجاهد، يعني ما شاء الله من المنطقة. وديجا هذا جهاد. نعم. قري ولادك ودير كذا، هذا جهاد ثاني. احنا نقول الوالدين تعبوا مع أولادكم، هذه هي التربية. وبالعقل بالعقل بشويه وبلادنا تزدهر وتزيد تطلع للقدام ان شاء الله. شكرا. بكم انتوما. شكون جا معنا اخي؟ هيا عطينا نزيدو نشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ربي يرحمهم ان شاء الله اللي توفوا، وان شاء الله اللي مازالوا عايشين ربي يطول في عمرهم. انا حقا التعريف يعرفوني قاعدي في المنطقه القادريه، محفوظي فيصل، في عمري 41، متزوج، عندي زوج اولاد. بديت هذا المسرح انطلقت فيه من الصغر تاعي وحبيت المسرح. المسرح كما يقول لك، اذا ما حبيتوش راه هو يدفعك، ولا حبيته هو راح يضمك لعنده. هاو يعني ولقيت التحقت بالمدرسه هذه، مدرسه غني علي، ولقيت بعض التلاميذ النجباء وفكرت في هذا. هذه مدرسة واحدة هذه ولا؟ نعم، المدرسة نفس المدرسة. مدرسة، نعم. مدرسة غني علي الشاهد. نعم. الله يبارك. ما شاء الله. أعطونا التحية للمدير والمدرسة تاعكم. يلا. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. ولقيت تلاميذ وانطلقت معهم في المسرح، وأنا راني دارس المسرح متحصل على شهادة عليا في المسرح، حتى في المجال الموسيقي مع زميلي حميدو شكيب اللي نحييه تحية حية. من زميلي ثاني خير الدين قرين ثاني نعطوه تحية كبيرة لأنه كاتب وملحن. يعني دلنا اليد في اليد وشكلنا هذه المجموعة، مجموعة صوتية، والمجموعة تاع المسرح سميت على بركة الله على فلسطين. إن شاء الله ربي تستقل فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. ربي. سميت على بركة الله طوفان الأقصى، فرقة طوفان الأقصى. سميتها على بركة الله. ما شاء الله. ونشكركم على الاستضافة هذه المرة الثانية. بارك الله. شكرا فيكم. بارك الله فيكم. شكرا. انتم تاني بارك الله فيكم. ونروح ونزيدوا حنايا الأولاد، ما يجوش وحدهم، لازم يجوا مع الوالدين تاعهم. نروحوا نشوفوا ولاية المدية. اليوم عندي جندي راهو معايا وزيد قعد من تما الجندي. قعد غير تم هكاك ودير التحية تاعك وقعد هكاك. مرحبا بكم. مرحبا بكم. السلام عليكم. جابكم عبد السلام. جابنا جارنا محمد. الله نشكره. الجار محمد قال لي خلي لي غير واحد 10 دقائق نروح نشوفهم ونعاود نولي. قال لي خلي لي واحده اخرى من بعد جابهم، والام هي الصح. هاي جات معي ما جبناها. الله يبارك. وانت يا قاري ماشي قاري باش نشوفوا الجيل تاعنا. جبت الباك. جبت الباك سن. الله يبارك. بعد عناء وجهد كبير. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جبت الباك والتحقت بالجامعه المديه. الله يبارك. ورانا مع اختصاصنا سيونس تكنولوجي. الله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. اعطينا الماما تاعك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نشكركم على هذه الحصه. نشكرك انت اللي جبتيه لنا. الله يعزك ربي يحفظك. وهذا كما قال شمر كاه جارنا وصدقت له اليوم. انا ما حبيناش نبقى. الله يسلمك. وانت شتك فرحانه كي قالوا لي قلت لهم من روح اكيد.
الله يبارك باش نبقيها في خاطرك. الله يطول في عمرك والله يشد لك اولادك. وهنا هذه هي ولات الرجل والمراه وربت اولادها، والله يرحم الزوج تاعك. انت راكي مجاهده، انت من المجاهدين اللي راهم ضحوا على هذه البلاد. هذه مش ما شاء الله. ابي ياسمين قبل ما يقول لي كلمه، ابي ياسمين غير عيط له قال لي شوف هذه قره عيني ونجيبها لكم. هذه هي، ما حبش قاعد يتردد، قال لي اليوم غدوه وين تحب نجيبها. مرحبا بك. السلام عليكم. نشكركم على الاستضافه. يعني لينا الشرف باش نكونوا هنا معكم. لينا الشرف اللي عندك اولادك يقراوا مليح وما شاء الله. الله يسترك. هذه اول مره يعني نجوا عندكم ان شاء الله، وان شاء الله تكون ماشي اخر مره. هذيك هو اللي يقول لك نزيد هو ان شاء الله. ولا سهل ربي يعني ان شاء الله. ان شاء الله ومن العام الجاي ان شاء الله. ولا معليش ان شاء الله نقعدوا معاك وان شاء الله يربح ان شاء الله يا ربي. احنا باش نعطيكم معلومه، كما قال لكم اللي حب يجي لهنا اكتب المعدل والاسم واللقب والعنوان، لازم تعطينا العنوان الولايه برك، اعطينا غير الولايه وحنا نعيطوا لك وديرنا رقم تليفون. كاين بزاف ناس الاب تاعهم ما يعلمش باللي دراريهم يبعثوا لنا، ومن بعد كي نعيطوا الاب تاعهم يقول لي انا ما درتش، صافي هذاك ضاع له. هذاك الاطفال اللي هم يشوفوا فينا، اعلم الوالد تاعك، روح اعلم الام تاعك ولا الوالد تاعك، قول له بابا هاني درت انايا في الكنز والديني. واللي يقدر يجي قال لك اللي يقرا مليح في المدرسه ويجيب المعدل اكثر من 8 ما عليه غير يكون معنا في الحصه. مرحبا بكم. شكرا يعطيك الصحه. شكرا لك. نروحوا على بالك حنايا هما هنايا يحبوا كامل يفتحوا صنادق. ياسمين ولا عبد السلام شكون يفتح الاول؟ هو. هو؟ على هو؟ هكا. وانا حبيت انت. اهلا هو. كيفاش هو؟ بالزوخ ياسمين. ياسمين هكا داير انت؟ ديري ديفيلي في الدار. تلبسي حوايج خوك حوايجك كلها. لا لا. كيف هلا؟ انا قلت له انا قال لي هو هاي قالت لي ماماك ايه تديهم كامل صافي انت المعلمه تاع الدار. هاي خلاص معليش يحبوك. ايه. عبك علاش يحبوك؟ صافي تقراي مليح. اللي يقرا مليح يدير واش يحب في الدار، على بالكم هذه معروفه هذه على بالكم؟ اللي يقرا مليح يدير واش يحب في الدار يخلوه. اقراوا مليح انتم هذا مكان. روحوا لياسمين نديروا سؤال ولا نفتحوا؟ سؤال. القارين سؤال ولا نفتحوا؟ سؤال. سؤال. يلا انا شوف الحاجه الاولى اللي نبدا بها، هذا اليوم ماشي كيما الايام الاخرى، اليوم تاعنا تاع اول نوفمبر. اول نوفمبر واش فيه؟ انفجار ثوره تحريريه. هو في اول نوفمبر اندلاع ثوره تحريريه. ايه انفجار ولا اندلاع؟ ايه. كيف كيف؟ ايه. قارين دوكا، يا هو يحفظ منه ويا تحفظ منه. انفجار الثوره التحريريه. وانت يا اندلاع؟ اندلاع الثوره التحريريه. صافي اندلاع ولا انفجار؟ كيف كيف؟ هيا خلاص الزوخ تاع الزوخ. وعدنا ما على بالناش هنا واش كاين. دوك نشوفوا ياسمين بينت لكم ديريكت هي الاولى. يلا سؤال، تعطيني ثلاثه مجاهدين، زوج مجاهدين ومجاهده، زوج مجاهدين ومجاهده. نبدا هكا يلا بسم الله. لي لا بوينت. لي لا بوينت. زيد حسيبة بن بوليد. صح. فاطمة سومر. صح. مصطفى بن بوليد. العربي بن مهيدي. زيد ديدوش مراد. بابا ما شاء الله ما شاء الله. قارين سنة وش من السنة انت؟ السنة رابعة متوسط. هذا العام البياف. ايه. بيام. ايه. هذا العام. ايه. ان شاء الله تجيبوا وتجيبوا افيك موسيون 19 ولا قريب 20. شكون تحب يعيط لك؟ عمو تبوش. بابا ياسمين انت واش من السنه؟ دوزياماني. دوزياماني. جيبي 19.80 ومن بعد يقولوا بومرداس اول وحده اول مرتبه في مدينه بومرداس وجابت 19. ياسمين جابت 19.80 واش تخيلي تروحي واش ديري؟ تبون. عمي تبون. عمي تبون كاع ما يحوسوا عليك. حتى الدراري ولا يحبوك عمي تبون. الله يطول في عمرك. من مجاهد، هذا مجاهد تاعنا على بالكم. مجاهد وراه يجاهد في بلادنا وان شاء الله ربي يسترو ويسترد الجيش تاعنا. انا اليوم راني من الجيش، سمحوا لي تاع الجيش، انا راني باللحية على بالي في الجيش ما كاش اللحية. انا اليوم راني نمثل الجيش باللبسة وان شاء الله نمثله بالعقلية، وربي يطول في عمركم كامل ان شاء الله. يلا عندك لي كولر جيبتهم من الدار؟ اه. الوان؟ ثلاثة عندك؟ ماما نفتحوهم ونحبسوا الحصة وخلاص. لا لا بالواحد. ايه. هيا خيري واحد وش حبيتي؟ احمر. ها؟ احمر. وراه هذا يا؟ ايه. اورانج. هذا؟ ايه. صح. وانت يا؟ الاخضر. الاخضر، انت علاش خيط الاخضر؟ مش عارف. هكا مش عارف. تديه ولا نبدل لك؟ الاخضر.
وراسك نقولهم لي بس تدي الاخضر تبدل ولا ما تبدلش؟ هاني غلبته بلا ما بداش هاني غلبته مسكين. تدي الاخضر ندي الاخضر راسك يابس أيوه. راسو يابس يبقى كراسي يابس غير راح خويا افتح افتح تفضل ياسمين تبدلي ولا ما تبدلش؟ في لعبه الكنز الوانها كثيره اختار وافتح وافرز تلقى هدايا كبيره روحي الاخضر أه. خذي راي راسها يابس يلا راسها يابس يلا 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 احنا الكود تاعنا هو راسها يابس وش لقات وش لقات اوبي بابا مادام اليوم عندك اوبي بصحتك وليدك واسمه وليدك امين امين اليوم امين عنده امين تحب اوبي هيا بصحتك والكادو ما على بالناش وش فيه ها نجيبهم وعند بحده واش تقدر ترفد يدك ماما قالت لك كامل وزيدي لك شمتها حفره لداخل كيفاش هذه خلاص زواخه مالك هذا واش جبتي لها ها يا خلاص هذا واش قدرت ترفد زيدي راح يجيبي الاخرين هيا معليش زيدي تو ماما ماشي تبالك تعطي لها امين ليك هذوك خلاص هيا جيبي ها هاوليك اوبي اعطيني تاع اوبي حنايا ما كاش مشكل ها جبتيهم كامل؟ هيا بصحتك أي. بصحتك هذا الجي تاع اوبي جديد داروا في 2024 ها واعطونا تصفيق على اوبي يلا ها ها اوبي نروحوا اوبي انا جبدناك انت وجبدوا الانوان نروحوا الفاصل والواصل يلا يلا ها وانتم يا اطفال اللي المعدل ديالو 8 فما فوق وحاب يشارك معنا في برنامج الكنز ولا يربح معنا هديه ما عليكم غير تتواصلوا معنا عبر صفحه الانستغرام ولا الفيسبوك الظاهره اسفل الشاشه انا اليوم مانيش وحدي اليوم جبت الجيش معنا جبت المجاهدين جبت المجاهدات جبت الطبيب جبت الطبيبه جبت لي حتى الكردوني وجبناه اللي كانوا بكري كيفاش كانوا يخدموا هكذا نروحوا احنا كالعاده نروحوا الاسئله ولا نروحوا النكت نكت 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 عندك وحده تحكي لنا انا لا عندي شوخي ما عندك انت عندك عندي ما عندكمش هادو ما تضحكوش ماماكم انتما في الدار ما تضحكش ماماك خوك الكبير يضحك ماماك اي اي هذا بيه صاحبها هو هو الصاحب تاعها ولا انت هو هو ايه معليش باسكو انت المازوزي تتفشش جيبوا لي ديروا لي ادوني جابوك هذيك هي الله يشد لك في ماماك وخوك ان شاء الله انت وخوك برك ايه انت وخوك وماماك ايه الله يبارك عندها زوج رجال ايه باباكم الله يرحمه خلى زوج رجال هذه فهموها في ريسانكم خلى زوج رجال وهذيك المراه مادام هي تهلت فيكم انتم تهلاو فيها ايه شرط وعد ايه وعد 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 قول لها كلمه تشوف ماماك لهيك ماما نحبك ونتهلى فيك الله يبارك الله يشد لك في ماماك ان شاء الله وانت يا وليك هذاك هم تهلي فيك ماماك هي من الصباح تقول لي ايه وش نقول هي تقول لي ايه صافي ماماك تعرفك اكثر من باباك على بالك هذيك صاحبتك وهذاك صاحبك صاحبوهم صاحبوهم تولي عايشه لا بيل في تعيشي فهمتي والله ربي يوفقكم ربي يشد لكم باباك روحوا احنا عندنا ركن بزاف شباب الركن تاعنا هو النكت وعندنا زوج نكت راهم لهيك العسكري تاعنا دبر راسك اليوم راني عندكم هاي ارواحي عندي هاي معليش هاي قالت لك اليوم نجي نحكي عند هاي بس علاش حبيتي تحكي عندي حكيك ها حكيك الله يبارك هاي تضحك ولا ما تضحكش ولا ما ضحكتنيش نغمض عيني ايه نضحك ايه هاي روحي يلا كان كاين واحد اسمه محدا وكان كاين واحد اسمه غبي محدا ايه كيفاش محدا واحد اسمه محدا محدا ايه ايه والاخر غبي واحد وخوه اسمه غبي إيه؟ راحوا للبحر ما حدا غرق كي ما حدا غرق مات غبي راح تعيط للاسعافات الاوليه إيه؟ قال له ما حدا غرق تعالوا وما تقول له هذاك الاسعافات قال له ما له عيط كي ما حدا غرق ما تقول له ارواح الزرب وما حدا غرق ما تقول له انت غبي ولا وشنو قالوا ايه انا غبي هو عم بالو قالوا ما حدا غرق شغل ما كاش حتى واحد غرق ايه ضحكتي انت اسمعي شوف كيف تضحكي خصني هيك اي ضحكت هي ضحكت عجبتكم ايه ما حدا غرق
وانت شكون؟ ما حدا غيرك. شكون انت باش ما حدا غيرك؟ الله يبارك. صح تعطوا له الهديه وروح للعسكري يلا جيب له هديه. ها ها هديه فيها كلش. ها فيها او بي تاكلي وتدي الماما كل هاي ضحكت كثر من الحكايه. ها فيها اوبي وفيها هذا كوكو فارس وفيها ليتواس. صافي عندك معجون وعندك الكوكو وعندك نبولات باش تبومبيهم. الله يبارك بصحتك. ارواح جاو جاو اليوم نهار. هانا جبناكم مجاهد وتصفيقه كبيره على المجاهدين. يلا الله يبارك. انا لي الشرف راني معك. صحيت صحيت. سلمك سلمك. هيا قول لنا حكايه ضحك. مازيدش تقولوا لي تاع غابي وهادوك والاخر. هيا اعطيني واحده اخرى. كان كاين واحد التلاميذ قال لهم الاستاذ اكتبوا لي فقره تحتوي على 12 سطر. 12 سطر. ومن بعد واحد الطفل كي راح للدار قالت له يما واش درت؟ قال لها درنا تعبير كتابي. من بعد قالت له واش كتبت انتيا؟ قال لها كتبت عمر طالع فوق الحصان. وفي الاخر كتبت عمر نزل من الحصان. وقال لها في الوسط كتبت درق 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 درق. لحظه صح اسمع هذا باش كمل 12 سطر باش كمل. حتى ياسمين بالزوخ تاعها وكل شو ياسمين هاي تضحك. ياسمين ضحكك ها. صافي في الوسط كتب درك درك زاد كمل هذوك 12 سطر. شحال كتب هو ذهب ذهب طالع فوق عمر فوق الحصان ثلاثة. ومن بعد الأخرى هبط نزل من الحصان. صافي ثلاثة ستة. قالت له واش كتبت وفي الوسط واش درت؟ درق 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 ثلاثة مازالوا ثلاثة. درق 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 صافي بصح انت دوكا لازم تحسب منا شحال من درك. هيا دير استنى لازم تقولهم ودير ستة. هيا دير بصبع دير ستة واحد اخرين درق درق. بصح ديرهم بيدك. هيا احسب شوف طلع عمارة. لا خلينا نطلع عمارة. ديرنا درق ستة خطرات درق درق. هيا يلا درق 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 درق. عطونا تسمع. نقدم لكم تحيتي نعطيها لماما والبابا اللي خلاني نجي هنا. اوبا اوبا ما اعطونا تصفيق على ماما وبابا. علاه صح قبل ما تحكي قولي لي ست خطرات درك درك درك. هيا هيا درك 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 درك. بابا عجبتك الحكايه. هيا حكي لنا. بصح ما عنديش كادو معليش. ها ما تزعفيش. هيا معليش دوك نعيطو لطاطا اسما تعطي لنا حاجة سكتي. هيا يلا واحد زوج ثلاثة. عندك خمس صغيرة. ايه هيا روحي. بصح نحكي لكم قصة شوية محزينة إلا كان عجبتكم. كيف أنا قلت لك تحكي لي محزينة حبيت تحكي لي وحدة محزينة. صح شوفي نديرو هذه المحزينة ومن بعد تقولي لي درك درك باش نعاودو نضحكو. هيا روحي. في أحد الأيام كنت ذاهبة أنا وأبي وأمي إلى جزائر العاصمة. هذه صح؟ ايه تاعكم. وعند وصولنا رايت طفله تبكي وتنادي ارجوكم اعطوني القليل من المال. ليس لدي المال لاشتري القليل الدواء لامي لانها مريضه بمرض خطير ويسمى بمرض السرطان. فذهبت اليها وقلت لها لماذا انت هنا ولست في مقاعد الدراسه؟ فقالت لي انا طفله مسكينه أبي توفى وأمي بقيت معي وهي مريضة ولا أجد الدواء المناسب وليس لي الكثير من المال لكي أشتري لها الدواء. فقلت لها دقيقة واحدة وسأعود. فذهبت لأبي وقلت له أرجوك خذها معك إلى بيت الأيتام. فقال لي سنأخذها. وبعد ساعة واحدة
أصبحت الطفلة تتمتع بحقوق الطفل وأمها أصبحت مساعدة في دار الأيتام. بابا بابا شحال في عمرك؟ شحال؟ ست سنوات. وهذه حقيقة هذه؟ وباباك وليدها وعاونها وكلش؟ ماشي أنا يزيتهم من عندي. هذوك زديهم؟ بصح أنا أبهرتيني أنتيا، أبهرتيني هاك باللي أنتيا صح نابغة. شحال جبتي معدل؟ ستة. ما نجيبش ستة، تسعة نسيت. شحال جبتي؟ تسعة فاصل. تسعة فاصل؟ هاتوا لها تصفيقة، تعرف تقرا هي. روح 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 في الدار. باباك وفي الخدمة. وفي الخدمة، قولي له كلمة دوكا، قولي له. بابا نحبك كي خليتني نجي لهذه الحصة الكنز. شكرا. هيا دوكا عندي وعد وعدتيني به، شدي صباعتك تشوفي. هيا درق 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 درق. هاكي ضحكتيهم، شوفي بكيتينا وضحكتينا. صافي انتيا ممثلة، على بالك انتيا هذه الفرقة اللي راكي فيها صح انتيا ممثلة. انا اليوم اعطيك تحية تاع الجيش، ها هكا اقول لك انتيا بنت ذكية وقارية وزيدي ممثلة كبيرة. على بالك بلي انتيا ممثلة كبيرة. هي أول وحدة اللي اكتشفت فيها عندها مسرح، عندها قدرات تاع مسرح، إنسان واحد كبير. ما شاء الله. أنا حتى أنا حبست يعني من العقل نتاعي، وبقيت أن الآخر نتبع فيها حتى نشوفها دير أشياء اللي ما نقدرش نديرها أنايا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ياسمين ياسمين عباكم باللي دوك دوكم بعد نروح لماماك نروح لباباك نشوفوا كيفاش دايره والزوخ وش دير، اسكو تعرف طيب انت. كنشوف خلينا نروحوا نزيدوا سؤال ولا نفتحوا. يلا يلا اليوم اسمح لكم، تقدر تحب سؤال ما كيما حبيت. سؤال سؤال سؤال. ايا متى اندلعت الحرب التحرير الوطني؟ متى؟ 1 نوفمبر 1954. صح. أين تقع الجزائر؟ يلا. تقع الجزائر في الشمال الغربي للعالم. إيه. يحدوها. يحدوها شمال البحر الأبيض المتوسط، شرقا تونس وليبيا، جنوبا نيجر ومالي، وغربا المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا. واو واو. كاين دراري بالكم ينوضوا دوكا صغار ما يعرفوش متى اندلعت الثورة التحرير. ما يعرفوش من اللي الجزائر انا تقع. كاين ناس باللي تغلط من هذا لهذا، فهمتني؟ كاين حاجات كما الصحراء الغربيه احنا نقولوها، كاين ناس ما يقولوهاش وهي بلاد مستقله، فهمتني؟ ان شاء الله ربي يعفو عليهم. ثاني الصحراء الغربيه وفلسطين ان شاء الله ربي يعفو عليهم، ان شاء الله ربي ينحي لهم الاستعمار. فهمت؟ ان شاء الله نروحوا نفتحوا. واش من لون حبيت؟ يلا هيا اعطيني اللون اللي حبيت. الابيض. الابيض وراه هذا. وانتيا الاخضر. آني بديت نفيق لك دوكا. انت واش تفتح هو الاخضر؟ تفتحي الاخضر. انا هكا نشوف. ها واش حبيت؟ الابيض. تبدل ما تبدلش؟ هاك سور. هاك سور. تاخذ راي. ما تديهش عليه. تديه. ما تاخذش راي عندك. استنى اخوك وقال خذ، ما تاخذش راي. انا نقصر معاك، انا والله ما على بالي واش كاين. واش حب؟ انا هنا ما نعرفش، لو كان نعرف يتبدلوا فيا الملامح ومن بعد نحس روحي انا اللي مديت، انا اللي ديت لك هذيك الحاجه ولا مديتها لك. فهمتني؟ انا لازم نكون محايد، وماشي انا اللي درتهم، درتهم دنيا هي اللي درتهم ما كاشها معانا، باش هي ثاني ما يكونش عندها الملامح راح يدي ولا ما راحش يدي ولا يقولوا لي. فهمتني؟ واحد ما يعرف راهي هنا الدنيا راهي لتحت وحنا رانا الفوق وما تعلمش. انا اليوم عندي حاجه اخرى، ماشي دوكا دوكا اللي انا نهضر معاك، بصح اليوم عندي حاجه اخرى حنزيدها على جال 1 نوفمبر. ما نقولكش حتى نلحقوا ثلاثة نقول لكم شنو هي الحاجة. راح نقول لكم عليها بزاف شابة. روح هذه اللي أول مرة حنديرها في خاطر الشهداء تاعنا، في خاطر 1 2 3 أنا عندي قوة هنايا، أنا هادو كاع مجاهدين، وش بيك هادو كاع راهم معانا. يلا الأبيض. راكم مشاهدين؟ أنا قلت له ما تديهش، هو قال لي نديه، ومن بعد قلت له ديه قال لي ما تديهش. ماشي الأبيض ماشي الأبيض. وراهو القهوي دوك. دوكا تروح القهوي بني. وش قال مع الاول؟ ابيض. وبعد تروح المارة وش دير به المارة؟ دوكا انا ما تقول لي لا ابيض لا مارة، هاني نحيت روحي اخي هكا. ابيض ولا مارة؟ مارة. او قال مارة نعطوه له؟ لا. سور؟ ايه. تديه؟ لا لا مشي نديه. هيا روح جيب المارة ولا الابيض؟ اه
مارو هكسور ايه المارو يلا الكنز في لعبة الكنز ألوانها كثيرة اختر وافتح وافرز تلقى هدايا كبيرة هاي تضحك ياسمين على بالك لقيت الكادو لما كاش كاين هاتي شوف هذا الابيض راه نحطوه من الفوق هذا نحطوه منا وبعد تقولي قولي الابيض هذا ولا الابيض هذا هذا تقولي الانوان كاين هذا وكاين تاع المارون باش ما ننساوش ماشي من بعد نعطيك هذا مع هذا ندير لك هكا في هكا هيا روح زيدي ياسمين وين اخضر هو بدل بدلي اهلا اخضر خذي الراي الاخضر بعد الاخضر الاخضر خذي الراي نحي الاخضر ما ديري به والو الاخضر ما غلبتها راسها يابس تفضلي انا غير نقول لك راسك يابس روحي هاي هاي وش لقيتي وش لقيتي عطر اوتو هاي عطر اوتو حوليك باباك عنده طوموبيل يقدر يروح ليه يدير له فيدونج هادي من بعد نعيطوا لعطر اوتو لا ديتي عطر اوتو هاو يدير لك الفيدونج وتشوفي واش كاين لداخل يدرى واش كاين ما على بالناش ها وباباك يزيد يدير عنده الفيدونج زيدي عندك اوبي يدرى اوبي واش كاين هكا عجبتك هذه يا اشفع الانوان انوان منا ولا منا دبر راسك بعد تبدا خوك راويق او يحسب مع ماماك او يحسب واش كاين العمره ماماك واش حبت واش حبت انت واش حبيت تربح عمره عندي عندي يما العمره يا بن طلحه الله يهديك اعطينا عمره الله يهديك من اليوم لازم تحط لنا عمره هنا باش اللي يجي يديها هكذا هكا حبيت ولا ما ديتهاش حتى يديها واحد اخر خصوصا نجيبوا عمره تكون معنا عمره هنايا هيا ان شاء الله عن قريب نرجعوا عندنا عمره يلا زوج زوج وين نروحوا فاصل ونواصل يعطيكم الصحه هاي وانتم يا اطفال اللي المعدل ديالو 8 فما فوق وحاب يشارك معنا في برنامج الكنز ولا يربح معنا هديه ما عليكم غير تتواصلوا معنا عبر صفحه الانستغرام ولا الفيسبوك الظاهره اسفل الشاشه لحقنا الفقره الثالثه فيها لي باغون نهضروا معاهم هادو الاولاد واش يديروا ونجوا نفتحوا خويا منصف إيه ما تخبي ما والو عبد السلام اليوم نفتحوا اليوم تفتحوا هيا اعطينا طبايعو واش يدير في الدار طبايعو في الدار مهبلني مهبلك انت ولا ماماك مهبلني انا هي يخبر هالراي انا هيك شغل ايه بدا يديفلوبي عليا راه طوال عليا راه قريب يلحقني معليش هذيك معليش القرايه هو كان انت كي كنت تقرا كيما هو ولا هو خير كيف كيف انا خير لا لا انا خير استنى استنى ويهدر استنى انا خير كي كنت في التافل بياف شحال كنت تجيب في البياف ديت فيه 14 14 وهو هو مزاج معليش في التروازيام ماني واش كنت تدي؟ التروازيام طلعنا عمي تبون عمي تبون طلعنا جات الكوفيد ياك ايه فوتنا سوماس سوماس تزوج وما كوفو سنة طلعنا بتسعة شفتوا كيف هاو صحاب تسعة وتهضر على صحاب 16 و17 عم التروازيام صح ما قريتش والدوزيام الدوزيام ساز شحال كنت تجيب؟ ما قدرش يقول وخاف خاف منك ماكسيم هو خير مني يا خاطرنا هذا واش حبينا احنا نعرف احنا حبينا نعرفوا اسكو انت كنت خير منه ولا هو كان خير هذا هو ها اخوك تعرف ديجا هاني صوفيت لك حاجه زيد ياخذ لك الراي شويه مهبلني شويه بزاف بصح عاقل هادي ورا مكالمي روحك تربيه مربي مربي يجيب لك مشاكل الدار ما لا 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 هذا هو الصح كي يكون مربي في الدار يقعد بزاف في الدار ولا برا اكثر هي في الجامعه ونشكر الشيخ الياس اللي قري هيا شوف ها اعطونا تصفيق اعطونا هيا خلينا خليه اكثريه قلت لي اكثريه في الجامعه حافظ ايه شحال 20 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك
هو عباك يحبك ويدير هكا، هو غاير منك كيفاش قاعد على بالك بها، يقول لك غير مازلت صغير راني قاعد في بلاصه خويا. انا كنت صغير كنت ندي بلاصي كما هو، نروح نشارك في البرامج، كان جمعيات كنت نلتحق بيهم. ما شاء الله ما شاء الله، تحبوا ولا ما تحبوش؟ خويا اكتفي، هذاك هو ذراعي. شوف شوف مقبلك اني اشتكيت الحاسد. الله يبارك الله يبارك. عندي هو عندي يما. الله يبارك الله الله يشدها لكم الضحكه اللي راهي عندكم هذيك. ان شاء الله الاب تاعكم راهو فرحان في الجنه عليكم. عبك انتم الصدقه الجاريه تاع الاب تاعكم، انتم خلاص هذه حطها في راسكم، هذا نعمه، هذا نعمه حافظ القران وراه يروح الجامع وسنه في هذا السن. الوقار يلبس لوالديه يوم القيامه. ها شفت كيفه؟ الله يشد لكم في ماماك، اعطيني ماماك هي اللي تبيع لي. اه دوكا راح ندخل الكوزينه، هذيك مسكينه وحدها باقي. مدام وحدك؟ وحدي في الكوزينه. ما كاش اللي يعاونك؟ ما كاش والو. انت ما تحبيش ولا؟ لا لكن كل مريض الحق يا ربي يقوم يطيبوا لك. لا لا هذا هذا يطيب لك، يكون شاف يعرف الشاف صافي يعرف يطيب. ما شاء الله. هو يغسل لك معن كي يكون هكذا مريض ولا يغسل هكذا؟ حيتحامي عليك لا لا الله يتحامي عليك مسكين. لا لا الحق ما تحبش عليه. لا لا في موبايل في الطابلو. ما عليش. شوف ماماك ماماك ايه خليه ساكن يكون راسي وراسه. لا لا صح ماماك تحامي عليك. عباك واش معناتها؟ روح تقرا هذا واش تحوس ماماك، ما تحوس على حتى حاجه. سبور دير سبور. كنت درت العام اللي فات. ايه مليح لابيسين مليح وربي يوفقك. مازالك صغير مازالك صغير ما تاندوش، مازالك صغير. هو تاني صغير بصح انت دوكا تقدر تبرسي في حاجه واحده اخرى. دير سبور تاعك، قرايتك القران وانت راك تكمل وتهلا في واش دير سبور. لا في شي. شكون يديك؟ مين يديك السبور؟ شكون اللي كان يديك معاك في الفتره هذا؟ هو خلاص على بالنا نقولوا بلي انت هو صح. قول له قول له قول له الموت عليك. قول له الموت عليك. بابا ربي يشدكم بعضاكم. انا حبيت من هذا المنبر نقول كلمه برك واحده، نقول لهم الاب ما كانش. شحال عنده باباك من يتوفى؟ 14 كنت زدت كان عنده 3 شهور. شوف 3 ما يشوفش باباه، ما شافش باباه وما يعرفش شكون باباه، ويعرف يماه ويعرف خوه. انا هذا الانسان كي جاي يقرا انا نتحي لك تحيه تحيه. كي تقرا ما شاء الله عليك انت، انت والله العظيم غير زكاه ابوك انت. هو كيفاش نقولوا انت اللي تقدر تصوفي باباك، فهمت؟ انت 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 هو راني نقول لك ماشي واحد اخر. ماما انت تصوفيهم، صوفي ماماك. ماماك شوف ما عاودتش حياتها 14 سنه، عباك واش معناتها؟ 14 سنه ماماك كانت مازالها صغيره، صح ولا لا؟ ما عاودتش على جالكم وقعدت معاكم، عندكم الدار عندكم؟ أي. عندكم الحمد لله، خلاكم باباكم الدار. أي. الحمد لله، ربي يشد لك في ماماك. امين. وانا جبتك اليوم، انا كي مثلك، انا ما عندي لا بابا لا يما، بصح الله يرحمهم، انا بالك عشت معاهم ماشي كيما انت، بصح انا نقول لك ربي يزكي لك حياتك مع امك وخالتك. امين. هكا ربي يوفقك. تصفيقة كبيرة كبيرة ما شاء الله. هيا يعطينا روحو. فهمت؟ ما تخافش ما تخافش، ربي هو اللي دايرنا الأمر تاعنا، هو متولي الأمر تاعنا، ما تخاف في حتى حاجة في هذه الدنيا. ربي مسخر لنا الطريق تاعنا، فهمت؟ هذوك دموع دياولك دموع الفرح. دير في بالك باللي نتايا تصوفي باباك، باباك تلي حتصوفيه، ما كان حتى واحد يصوفي. أنت تدعي له، أنت تزكي عليه، أنت كلش. ربي صلى الله يقدرك وربي يفرحك، هذا واش نقدر نقول لك. دموعك دموع الفرح، ما واش نقول لك، هذه هي كيما انا امي وابي ما شبعتهمش. انا عشت برا، عشت في الغربه والله ما شبعتهم. 17 سنه خرجت ما نعرفهمش، شغل ما عشتش مع دارنا، ما عشتش، فهمت؟ هذه هي كيما انت كيما احنا، وربي يتولى امرنا وامر اليتامى كامل، فهمت؟ ربي يسكيك ان شاء الله، ربي يرزقك. هذا واش نقول لك. يلا شيخنا قولي احنا الحمد لله. واحد واحد يقول الحمد لله. ياسمين انا نقول لك هاو باباك. هيا نروحوا لياسمين. خلاص خلاص عبد السلام، احنا رانا نلعبوا، انا نضحكوا جينا نلعبوا برك. احنا هذه عبره للناس اللي تشوف فينا. كاين ناس كثر منا، كاين ناس ما عندهمش الدار، كاين ناس ما كاش وينهم يرقدوا، فهمتني ولا لا؟ انت تقول الحمد لله عندي ماما عندي خويا، اخوك كان يواسي فيك وقال لك نحبك تقتلونا، هذا هو تلاحم العائله. ربي يشد لك في ماماك. هذا من هذا من شيخنا. اعطيني ياسمين باش نضحكوا شويه. اعطيني تعرف طيب ياسمين؟ تعرف طيب؟ تعرف طيب؟ تعرف. ايه شوف رجل على رجل وزيد رجل على رجل وقال لك تعرف طيب زيد. لو كان فقنا باللي نجو ندير لك واحد السحليه. ايه تحليه تحليه، تحلية. ايه انا نقولها السحليه ماشي السحليه تقولها. السحليه.
يعني نقول لك باللي تاكلها كامله وحدك ما تعطينا حتى شوي. انا راني نستنى ياس. واش فيها هذه؟ كيما قالت لك ماما يدين. اعطيني ماما اعطيني ماما. مساء الخير مدام. انت واش نقول لك؟ تقولي لي صح زواخه شويه شويه. والخدمه تخدم شاطره ما شاء الله. عندك هيريه تفلا؟ عندي واحده اخرى كبيره. كبيره وشكون اللي تخدم خير؟ ياسمين شاطره كبيره مسكينه. تقرا مليح كبيره؟ تقرا غير الباك الحمد لله ان شاء الله ربي. ها اللي قعدنا واحده اخرى تاع الباك راهي معنا واسمها رانيا ندعو لك رانيا ان شاء الله ربي تجيبي الباك وتجيبيها افيك موسيون. هذا واش ان شاء الله نتمنى لك. والطيب معك هي؟ طيب تحب الكوزينه تدخل روحها الشاطره ما شاء الله. والقرايه؟ امين امين غير خرج في لسانه. امين 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 اعطيني امين اعطيني. واش امين؟ السلام عليكم. سلام. واش امين؟ امين انت كنت حاب تجي نتايا؟ كنت باغي نجي. كنت لي باغي تجي وهي دات لك بلاصتك ولا وشنو؟ دات لي. ما دات لكش هي خيرناها هي. هي اللي راح هي تحقرك؟ تحقرني. تلبس لك مرات حوايجك؟ تلبس لك حوايجك؟ لا والو. بصح تسييهم في الدار هكا زعما؟ تسييهم. ترقد في بلاستيك؟ لا ما تروحش. تدابز معاك؟ تدابز معاك بصح. مالي نورم اختي. اختك وشنو غير هكا؟ اختك لازم تناكشك وتحب تلعبها هي شغل كيما نتايا. دوك غير تكبرت وليت كروشي فيك عبالك؟ نبغيك. تحبها؟ نبغيك. ولا كل ما شاء الله. نبغيك بزاف. با با با. الله يبارك. الله يخليكم بعداكم وربي يوفقكم. هذه لمحه على الاطفال كيما نقولوا حنايا كل وحده وش يدير. عبد السلام بكانه وياسمين ضحكتنا هكا رانا متساويين. ها ان شاء الله ربي يسهل لكم كامل في القرايه تاعكم. انتم ثاني اللي يحب يكون هنا ما عليه غير يتصل بينا يبعث لنا في الفيسبوك ولا الانستغرام. يبعث 8 فوق 8 المعدل تاعك يكون فوق 8 ويكون عندك العنوان والاسم واللقب والولايه وين راك وتكون سهله. وعلموا الوالدين تاعكم باسكو انا نعيطوا للوالدين يقولوا لنا ما على بالناش. حنا كي يقولوا لنا ما على بالناش حنا نلغيو هذاك اللي ربح هذاك النهار. انت كيفاش درت باش جيت؟ جارنا سمعني باللي كل خطره نهضر عليها ماركاني بعد ما ماركك هو. ايه هو. تقول له جارك ويشوف فيك. يلا الله يحفظك الله يسترك. والله غير يحبك وقال لي تعرف دار المستحيل تاعو مسكين. ايه دار المستحيل. معليش نقولوا بارك الله فيك وشكرا جزيلا اللي جبت لنا نابغه من النابغات الجزائر. هكا عجبتك؟ ها ان شاء الله تروح بعيد. ان شاء الله انا نشوف فيك خير انت. ان شاء الله انا قلت لك نشوف قران وكذا نشوف فيك خير ان شاء الله ربي يوفقك. عندي زوج ولاد خويا. واحد كنت داير في بالي يجيبوا الباك ابيبري. واحد وليد امام وواحد وليد نورمال. خويا عندي خويا امام ومن بعد كي رحت انايا قالوا لي جابوا الباك. يا كي قالوا جابوا الباك واحد جابوا ب 18 وواحد جابوا ب 17 انا تخلعت. قلت له وين قراوات باش يجيبوها؟ انا خلعوني خلع والله العظيم. بعد سورتو بارا رحت لوليد الامام هذا قال لي واش بيك عمو انا نقرا من بكري نقرا نجيب 18 غير انت ما على بالكش. الله يبارك عليكم ان شاء الله كامل والله. يلا قال لكم واحد تدوه ولا ما كان له بالك؟ هذو الزوج نكش ما نلقاو فيهم وخلاص. لا نورمال. هذه ما خليهاش تفتح صحه غير زوج يا اخي براسك. إذا كان نورمال بعد براسي عادي ندير لي اللي كتب لك ربي صح. وانت زيد نفتح. زيد تفتح؟ ايه نزيد لك زوج. بعد نخير بيناتهم. نزيد لك زوج؟ ها تفتح زوج؟ نفتح زوج. بابا يحب يفتح. هيا زيد واحد داي افتح كش واحد. وش روح خير ما تقول لنا والو. روح دور هكا دور واللي عجبك افتحه. ايه روح دور انت يا تاني روحي دوري اللي عجبك افتحي. روحي دوري ما تقولي ليش كاع الكولر اللي عجبكم افتحوه. هاي شتو شحال مليحه كي يروح يدور ما لقاش الحل مسكين. يشوف كان منا راح من هيك. يلا ياسمين تلفت لك روحي فتحيك شو واحد وخلاص. ها ياسمين راحت للغوص. وش لقيت؟ بنت طلحه تاع بنت طلحه. شو دوك نهضر مع بنت طلحه اليوم. وش لقيتي تيا؟ ها جيبي لنا واش لقيتي. جيبي جبت لقيتي تلواز جيبي هذيك فيها الطوماطيش الهريسه. ياسمين زواخه ماما كهضري معاها قولها تجيب واش كاين. ماما قالت لك ياسمين يلا جيبي كل اي عندها الحق. ياسمين زواخه ماما قالت لها جيبي كلش وهي اعطيني. ها
اعطيني شوف هذه طوماطيش تيلواز زيدي، هذا معجون دير به القاطو، انت تحبي ديري الاخر، هذا معجون تاع التفاح، وهذا معجون تاع التشينا، وهذا معجون تاع الفراز، ها هادو كامل والطوماطيش خلاص خلصوا. يروح يزيد يجيبي، كيف ما تجيبيش؟ ماما هكا دوك نهضر مع ماما. ماما هكا قالت لها جيبي، تقول لها ما نجيبش. والله غير صح. هكاك العسكر يعطيك الصحة. أعطينا ماما وش بيها ياسمين؟ حشمت حشمت. حشمت أنت تجيبيهم هادوك؟ كيما حبت. جاو حقها تديهم، هذه هي. يلا. الله يبارك، شو شو. شو شو. وشنو هذيك كيما قدرتيش ترفديهم؟ هما اللي هادو نعطوهم منا، نعطوهم لهم. نعطوهم لهم مادام، ها. ها. هيا بصحتكم، ها. هاو المعجون والطوماطيش والهريسة، تاكل هريسة تا. خاطيك وانت هريسة. انتوما هريسة. تحبها الهريسة؟ ها. الهريسة، ها. هالي كان عطينا لها طوماطيش وزوج معجون. صافي القاطو فيها فيها. تخدمي القاطو. بصحتك وانت تخدم القاطو. اه. ماما تخدم. اي. هيا خلاص. مدام كلمة وش تقولي لها كلمة؟ ربي يحفظها. ها ربي يحفظك يا سيدي. شتي ماما الله يبارك. حنا رانا خرجنا ثلاثة ثلاثة. هكذا مليحة ثلاثة ثلاثة. ها نزيدوا واحد واحد. نزيدوا واحد. نزيدوا واحد. في خاطر برومي نوفوم نزيدوا واحد. نزيدوا واحد. عجباتك ها؟ شو شو؟ ياسمين قالت لي مليحة هذه. نزيدوا. هيا لي أول مرة. في هذاك كان مغلوق ولا مفتوح؟ اه خلاص لاول مره نخليكم تفتحوا واحد واحد اخر. اه كش ما تلقى تجيب الماما كاك تعرف. بصح روح تطحت بنطلحه بنطلحه فرحت كي لقيت. ايه. بنطلحه مع بيش واش عنده والله ما على بالي. بصح ما كاش العمر انا قلت لك. ايه. اه معليش. يلا زيدوا خير واحد واحد. استنى واش تحبين اللون؟ الابيض. الابيض وانت؟ دوك نشوف. شوفوا واش فيهم هادو ما اللي حبيتوا تجيبهم. انا زدت لهم واحد واحد اليوم ماشي كيما هايا مليح هاكم قريب تولوا كيت. يلا هاي انوان هكا هم عندك ربعه هكا صح. يلا هذا هذا ايه سير ايه هيا روح روح روح. قلت لك اليوم ماشي كيما مالف. أيوة الحمد لله هاو جاب الماما. ماماك فرحت والله غير فرحت عينيها تفتحوا. هيا هذه وشنو؟ اه قهوة. آه. قهوة. ماماك تحب القهوة؟ اه نحبها انا اخويا. ماماك ما تحبهاش؟ اه صح. اه ما تحبيهاش؟ قلت لك ما نحبهاش. بصح مليحة لولادك الريحة تحبيها. هيا خلاص ها هاي قهوة هاي ليك. روبيسكا هذه قهوة بير 100% وهذه تاع لي كابسول. هاي ليك بصحتك. نبداو النحو. نبداو. اه نبداو. نبداو ولا نروحو نشوفو الهيكا واش كاين؟ نبداو خير. اه نبداو. واش تنحي؟ يلا. واحد. عندك تيا اوبي وعندك تيلواز وعندك انوان عندك اطار اوتو. نحي تيلواز. تيلواز؟ اه. هذه تاع تيلواز. اه. تيلواز نحسبوه تيلواز. واحد تيلواز كان عنده مليون ها راح لك مليون راح لك مليون. اه باش نتفاهموا تيلواز كي نحيتي تيلواز زعما جديد تيلواز هو جانا هذه المره وانت نحيتيها روح. يلا انت انوان 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 هذه ولا انوان هذه؟ هذه هذه راك حافظ راك حافظ. هذه وين كانت؟ هنا الأولى اللي جبتها. اي يلا هيا يا ربي يا ربي. ها شحال؟ زوج ملايين. انا ما نقول والو زوج ملايين. يلا زيدي واحد اخر. يلا يلا كاين اوبي عطار اوتو انوان. يلا 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 اوبي اوبي. ها اوبي اوبي. اه هاي تنحت لي اوبي. اه يا اوبي نحاوك 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 نحاوك. دودون اش ندير بيه؟
واش قلتي واش قالت؟ واش قلتي؟ واش ندير فيه؟ هذا دودو قدك هذا، شوف ديجا قدك هذا يرقد معاك يعاونك يهضر معاك في بلاصة آمنة. خلاص نحيته الحمد لله. الحمد لله. نحيته ساعات. استناها شو مسكين شوفي ها حطيه قدامك تشوفي حطيه تخافيه تخافيه شوف ها غطى ايه حطيه نشوفه قدامك قالت لك الحمد لله خلينا نشوفوك ها عبك زعما لي زوخي حب لي دودونو ها ما كاش منها هاي صح انوان نحيتها قالت لك انوان تيلو قهوه قهوه فاكتو وعندك بن طلحه يلا يلا معليش اختار لي تحب هذا هو هذا هو اللعب ما نعرف نحي القهوه نحي القهوه ثاني اكسير ايه اكس لا يا ودي هذوك نديهم هذوك هو حبي ينحي لداخل القهوة تديها هذيك تاعك هذيك قهوة قال له خوه وين ترى تدي القهوة قال له نشربها أنا ايه قهوة ايه لا واعرة اليوم حسنا نشوفوا القهوة 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 أيام زين واحد زوج ديجا تروتينات كي تجيبها رجلك ما تجيش لداخل تروتينات رجلك ما تجيش لداخل يلا زيد زيدي انت يا زيدي دقيقة دقيقة استنى شوية دوكا التخمام قالت لك دقيقة يلا 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 عندك عطار اوتو انوان عطار اوتو ولا انوان وانت خمم عندك انوان ولا بن طلحة يلا هو يخمم عبد السلام وعلا هو يرقي اللي جاتك بصحتك يلا انا ما نحبش لي يزعف ما نحبش يكون قلق هذه مشاركه وحنا رانا كبار دوك انتوما كبار باش تكونوا انتوما النبره اللي راهم يشوفوا فينا باش تكون على بالكم هذوك اللي يشوفوا فينا الصغار كاين بزاف من 7 سنين حتى 14 يحبوا يجي يشاركوا دوك انت راك مأطر على هذوك صحاب 10 سنين للتحت إيه؟ راك مأطر عليهم تأطير كبير لازم هنايا تكون عندها الروح الرياضيه مليح هذه انا ماذا بيا تربحوا ان شاء الله هذا البرنامج ينجح مليح ونزيدوا نطلعوا له في لاكوت تاعو انا ماذا بيا ان شاء الله يطلع لاكوت تاعو كاين ناس اللي يحب تجي تشارك معنا ولا لي زالونسور اللي يحبوا يكونوا معنا مرحبا بهم مرحبا بهم هذا ما. يلا انوان ولا بن طلحه هيا سكلال ها هيا هي قبل هيا ياسمين قال لك انت معليش وزعما جبت لكم عبك واش درت لكم زدت لكم واحد واحد لا شون زدتها لهم يا اخي هكا زدت لهم واحد نزيد لكم واحد واحد نزيد نفتح لهم واحد واحد نزيد لهم نزيد لهم ما حبوش واحد ما حب هاي انوان انوان هيا روح معليش قالت لك انوان استنى نشوف واش فيها انوان ياسمين هنا يا ياسمين تاك واحد زوج ثلاثة طابلات كنت حابة طابلات وش ندير أنا ياسمين ليش نورمال نورمال بلكي تبكي ما نبكيش هاني قلت لك ولا طح لك بوبون نعطيه لك أو مازال واحد آخر بوبون كاين عبالك بوبون صغيور يلا هدي هدي روح رياضية ما عندي ما ندير يلا أنوان نحو أنوان أنوان واحد زوج واحد زوج أنا نروح للدار أنا غير جبدني خليني نقعد هنا في وسطكم أدنى أدنى لهيك أدنى عبد السلام والله ما نعرف حاجة بالصح أنت لحقت وين تشرب وما كاش شوفوا بركم أنتم بك تهضروا كاش كلمة إلا كانت مليحة عيطوا ولا كانت الآخر شوفوا مليح تعيطها نورمال تعيطها نورمال نورمال جاتك نورمال هاكم ها هاني نترعد على ها أقسم لك بالله غير كنت منحب من الناس تديهم أنا ما نعرفش ها آلي هذا يسوى 15 مليون باش تكون على بالك اي
ها اوبي، هذا مهدات من طرف اوبي، هذا هو تاع اوبي. التعيطه تاعهم ماشي نورمال، انا لاخاطش انا شت، انا نعرف واش كاين، غير شفتها كعرف باللي هو هذا، واش شفتها نعرف باللي هو. عطوا له تصفيقه كبيره. يلا صح، نقول لكم حاجه، انتم اللي تحكموا عليا اليوم، بقات لهم وحده وحده هكا. خلينا نزيدوا روحي خيروا حاجه حاجه لتعيش. حتى المخرجه قالت لي لا عليها هكا، عليها انا اللي حاب نزيد لهم وحده وحده. لا استناو نتفاهموا، نخليهم يرفدوا يدينا، خليهم صح، اللي ما نخليهمش شحال، ما نخليهمش واحد زوج ما كاش كاين زوج. هذه حكمته، اللي ما نخليهمش شحال. يلا كاين المخرجه نسيمة، زوج، ثلاثه اربعه، انت باش تدخل للصندوق. نخلوهم هيا يلا هيا ياسمين، استنى خلوه نزيدوا لهم واحد. خلاص نزيدوا لهم، حكمت نزيدوا لهم. كاين نروحوا صح، نروحوا لي بارون، اعطيني عسكري، اعطيني ندي بابا، اعطيني ماما الاولى، نقولها ايا ماما، ايا هدري انت، نزيدوا لهم واحد، زيدوا لهم. ها قالت لهم زيد اعطيني ماماها، ماما عبد السلام، معليش زيدوا لهم فرصه اخذ اخرى. زيدوا لهم نفتحوا ولا نزيدوا لهم؟ روحوا نفتحوا ومن بعد نجيبوا، ولا باش نشوفوا شداو. لا ومن بعد يعفسوها لي، يقولوا لي لا زيد هذيك مليحه، هذه ماشي مليحه. لا هيا روحوا تجيبوا لنا واحد. يلا هيا اجري، هيا انت، هيا دبري راسك، رفدي اللي حبيتيه. ها واش جبتي انت؟ عطار اوتو. الله غالبا انا كنت حابك ما نزيد نصيد الماما، كنزيد نصيد. كي تولي عندكم طوموبيل روح العطار اوتو يعطيك. قال لك البرمي كاين والطوموبيل ما كاش. اليوم عطار اوتو زوج خطرات، وانوان خمسه خطرات قوه. انت واش بقالك؟ عطار اوتو. ايه واش نحيتي، عطار اوتو ولا انت عطار اوتو بنت طلحه؟ يلا فوت فيها قالت لك فوت فيها، انت مقبله قلت لي فيها، قالت لك عطار اوتو بنت طلحه. نحب بنت طلحه هذه خليتها هي الاخرى ومن بعد زيد نحيها، انا ما فهمتش. شوفوا زوج تروتينات عندك، زوج تروتينات، انت ماشي نورمال، لقيت روتينات مقبله. خوك يبقى قعدت عنده بلاي سانك، خليت عليك اليوم نحي ولا ما نحيش؟ لا هيا بنت طلحه، عطار اوتو ولا انوان؟ يلا هني زدت لكم هادو دي شونس. انوان خليت عطار اوتو من المقبليه، مخليها عطار اوتو هي صح. انوان هذيك واش كان عندك؟ شطرنج. شتو ياسمين؟ مزيه اللي تهنيت منها. ياسمين اش بيك تلعبوا بها في الدار؟ يا امين يعود يهبلك يلعب خير منك. انوان هيا بقات، نروحوا نفتحوا واش كاين؟ نفتحوا واش كاين؟ لا انا نقول لكم لا فاصل. وانتم يا اطفال اللي المعدل ديالو 8 فما فوق وحاب يشارك معنا في برنامج الكنز ولا يربح معنا هديه، ما عليكم غير تتواصلوا معنا عبر صفحه الانستغرام ولا الفيسبوك الظاهره اسفل الشاشه. You
عباكم حنا قبل ما نفتحوا الكادوات تاعنا اللي بقاو الاخرين بقاو لنا زوج، بقانا عطار اوطو وعطار اوطو، خلاو لي عطار اوطو واش راح نلقاو فيه ما على بالناش. حنا قبل ما نروحوا نفتحوا باش تكون عندنا المصداقيه حتى الممولين تاعنا يعرفوا باللي صح، وانتم المشاهدين تعرفوا واش كاين داخل الصندوق كامل، الكنز واش كاين فيه كامل. هذه هي المصداقيه، نروحوا نفتحوا كل شيء ونشوفوهم ونعاود نقولوا لكم. يلا واحد زوج ثلاثه يلا. الكنز في لعبه الكنز الوانها كثيره، اختر وافتح وافرز تلقى هدايا كبيره. هيا نبداو نبداو. اسمك؟ هيا عطيني الاسم تاعك. توضح مرام. جابت لنا انوان. شحال في عمرك وشحال جبتي معدل؟ عمري 8 سنوات. وشحال جبتي معدل؟ 9.93. با 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 با. ولا ما كملتيش حتى العشرة؟ وش من المادة اللي ما تجيبيش فيها مليح؟ رياضيات. ما تعرفيش تحسبي؟ تعرفي تحسبي؟ كيفاش غابت لك؟ شحال جبتي في الرياضيات؟ 9.5. هذيك النص رجعت لك والاخرين كاع 10. شفتوا غير في الرياضيات تزيدي تزيدي تواسي الرياضيات تولي تجيبي 10. شو اسم السنة تقراي؟ سنة ثالثة ابتدائي. والثالثة وانت الأولى في القسم؟ وانت الأولى في المدرسة؟ ما باليش. بصح روحي سقسي المدير قولي له شكون الأول في المدرسة؟ باش تعرفي بلي انت الأولى، إن شاء الله ربي يوفقك وتجيبي 10 انت. خلاص من اليوم نستناك تجيبي 10 وعيطي لي قولي راني جبت 10 الفصل اللي راهو جاي إن شاء الله. ربي يوفقك. يلا نشوفوا واش جبتي لنا. يلا واش كاين وشنو هذه وشنو هذه؟ هيا هناتك. كنا احنا نعطوك بوبيه تقعد معاها في الدار وخلاص. امضحكوا هيا هناوك هناوك خلاص. هيا كنت تخيل وربحت بوبيه. هيا واش تدير؟ واش تدير؟ والو. ما تدير والو؟ تحطها في الدار وخلاص. تقول ماذا وسعدي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المجاهد إياد بوكابوس، عمري 12 سنة. إيه معدل؟ المعدل 16.50. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك والله. أعطيني وش جبت لنا وش جبت؟ بن طلحة. بن طلحة نروحوا نشوفوا بالكش ما عندك بن طلحة. بن طلحة بن طلحة بن طلحة ها. بن طلحة عنده الهدية تاعو مليون. راح لك المليون. هذه انت انت يا خيرتي. جبتي لنا اوبي واش جبتي؟ هذا الجو جو تاع اوبي شباب بزاف، عنده 6 تاع ليغو فيه كلش وشباب. كي تذوقيه تعرفي تحبيه. ذقتيه من قبل عجبك؟ اعطيني واسمك. ابراهيم ياسين سابيل. شحال جبتي معدل؟ 87. 87 يخصك زوج. واش من الحاجه اللي ما تعرفيش تقراي فيها؟ لغه انتي... عربيه. ها لغه عربيه. اه اليوم عندنا القور سمحونا رانا عندنا قاوريه تاع في فرنسي تي. وكيفاش هذه اللغه العربيه؟ تقريتي الجامع؟ اه. وتعرفي تقراي قران؟ وكيفاش اللغه العربيه هذه غلباتك؟ واش فيها الاعراب بزاف؟ اه. قولوا مين نقصوا لك في الاعراب؟ ها لا لا لازم لازم تقراي انت الطفله لازم تقراي مليح ما كاش منها. وطويله وشابه والدنيا توعديهم. يلا هو وعديهم المره الجايه شحال؟ 9. وعد؟ وعد. شو شي يقول أوبي؟ شو شي تقول؟ أوبي حليبي. أوبي مزية تهنيت من القيطارة كنت تبات مع القيطارة اليوم. روح برك انت يا أو جانا مجاهد. مجاهد هذا تاع المجاهدين هذه تاع بكري. ها؟ بصحك تشبه هذه اللبسة شغل تاع بني مزاب. لا لا صح؟ ما شاء الله هذه تاع في بني مزاب يلبسوها لبسة تاعهم ما شاء الله. هما عباك بلي يقراو قران يديروا كلش عبالك هما يعرفوا وعندهم هذيك يكونوا العيد يلبسوا كاع كيف كيف صح؟ شتهم ولا لا لا؟ صح. عيعطيني واش جبت لنا اليوم؟ قهوه. قهوه لي من هذه؟ ماما يما. ليماك وتديهم لا تشرب قهوه ماماك بصحتها. شحال جبت معدل؟ 9.7. اي اي وشنو؟ 9.7. تعرف تقرا؟ تعرف؟ جيب مليح. يلا وهذه وشنو هذه؟ هذه وشنو؟ أمانة تاع المجاهد. بابا وانت تحفظ الأمانة كي يعطيك واحد الأمانة وش تدير؟ خبيها. صح وهذه الأمانة اللي ما تديها؟ إما هيا خبي الأمانة تاع ماماك قولها ماما أنا جبت لك قهوة فاكتو
جبت لك وهدو تاع الماشينات، روح شوف كاش واحد بيحملو وجيب لها قهوه نورمال. ولا عندكم تاع الماشينه في الدار؟ خلاص دبر راسك، هادو تاوعك. هيا صح، واش تقول لنا كلمه؟ اي 1 2 3 في فراجيل. صحيت، عطونا شوف واش جاب لنا هذا، شوف واش جاب لنا فاكتو، واش كان فيها فاكتو، واش كان فيها ساعه ذكيه. شكرا لك. هيا عطونا تصفيق عليها. عطونا عطونا يلا. اسمي مسيان لالي يعقين. ايه جبت المعدل 9.01. 9.01 وجبتي هنايا فارس، هذا كوكو فارس، تديه كامل؟ تحبي تاكلي كوكو؟ هذا كوكو بنكهه، بنكهه عنده نكهه تاع الفرماج تاع كي اف سي تاع الحار. انت تاكلي الحار؟ نعطيك واحده تاكلي الحار، استني نشوف ولا تاكلي الحار. انا نفتح لها ونوكلها واحده تاع الحار ونشوف هذه لا تاكل تاع الحار. ها كولي تشوفي حار حلو بنين. هيا بصحتك. انا فتحتها لك عبك عليها باش تعطي للكوتش تاعك، باش تعطي للاستاذ تاعك، هو يحب الحار. ورا الاستاذ تاعك ورا، استنى نشوف استنى. كاين ثلاثة، اما تعطيهم في ثلاثة. راحت لك حتى الزوج لين سلم عليهم بالمليون سلم عليهم كاع خلاص. تايا يعني حير واش عنده عطر اوطو، يا ربي نلقى حاجة مليحة. شكرا لك. يلا وانت يا سلام. انت مجاهد عسكري؟ عسكري جزائري ولا عسكري فرنسي؟ جزائري. شكرا عسكري جزائري. يلا هادو البياري عبالك، هادو ما ماشي البياري، بكري كانوا بيريروج. بيريروج بيريروج هادوما لي بيريروج. الله يبارك. يلا واش شحال جبت؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي مدد يوسف، أدرس السنة الخامسة ابتدائي، عمري 10 سنوات. معدل؟ معدل 8. 8 8 بيل، ماشي تحت ولا شوية، شوية تحت. فوق شحال فوق؟ بيل تبيل ينوض على 8 ياكل على 8 كلش 8. ها طلع لنا واش عندك. يطلع لنا السلاح دنيه للهيك خويا اخي السلاح ما ما تجيبوش لعندي سلاح ديه من جاري من هيك هكاك. صحيت. الانوان هاو الانوان واش كان فيها؟ حنا هذا باش نشوفوا المصداقيه. ها المصداقيه. السلام عليكم، سلمي عليها سيرين. شوفي سيرين ها دوري لهيك. ياسمين 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 غمضي عينك بلكي تشوفي، هاني قلت لك ياسمين بلكي تشوفي. شوفوا انتم شوفوا واش كاين. ها ياسمين كان هنا، شكون جابو هذا؟ انت مين لقيتو وين؟ في القهوة هذا اللي قدام هنايا. شتي هاليك هاكي هاكي ها كان هنا قدامك هاوليك. تلواز تلواز واش جبتي؟ ديتي معجون؟ معجون. تخدمي مع مامك اليوم ولا وشنو هادي؟ طوماطيش. واش ديري بها الطوماطيش تاع تلواز هذه؟ واش ديري بها؟ طيبوا بها. ايه والمعجون واش ديري به؟ ناكلوه. تاكلوه بالخبز دوك اليوم؟ ديري شويه وتروحي، اليوم عندكم لي فاكونس دوكا. بصحتك. شحال جبتي المعدل؟ يلا يلا جبت 7.94. سبعة بس 94 شبك كيما تيا تجيب سبعة؟ يا نورمالمون تيا تجيب تسعة. شحال في عمرك؟ عمري 11. وش راكي لابسة؟ لبستها طبيبة. طبيبة تاع من؟ تاع المجاهدين. أعطونا تصفيقة على الطبيبة تاع المجاهدين. شوفي طبيبة المجاهدين تجيب تسعة مينيموم، باسكو باش تقراي وتروحي الباك ولا آخر لازم تجيبي 16 الفوق. إيه هذه على بالك. ان شاء الله ربي يوفقك في بلاصه. اليوم روحي يولي ديري الطبخ ومن بعد روحي طبيبه. ها ايا واش تقولي لهم كريم؟ ايا نشوف واش جبتي لنا. تلواز واش كان فيه؟ قلت لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها تلواز واش كان فيه؟ ها ها كنت حاب ثاني هذه؟ انت دوكا كنت حاب كلش. ها قولي ما عندكش طابلات؟ اوكي. وما عندكش لابتوب؟ ما عندكش اورديناتور؟ شكون اللي يجيب لك هادو؟ بقرايتك تجيب كلش، واحد ما تسحقو يجيب لك. اي فهمتي، ربي يوفقك. روح اعطيني. شكرا لك. هيا انتايا هيا واش جبت هنا؟ وشنو؟ شيبس. شيبس كوكاو كوكاو شيبس جبت على الحار. ياكلوا الحار. نفتحها لك تاع الحار؟ ما افتحهاش. ما افتحش، خبيها لك. هيا شد شد هذايا.
هذا كوكو فارس فيه كاع الانواع كما قلت لكم، فيه كاع الانواع تاعو. يلا نشوفوا واش فيه، شوفوا واش كان فيه. استنى تشوفي با زاد راحت لك عبك، بقات لك انت يا هادي برك. ها شوفوا ياسمين واش دير كي تلقى حاجه ما تعجبهاش، شوفوا واش دير. ها اها شفت قلت لك واش ندير بها. بابا شكرا. قلت لنا اسمك وش حاجة معدل. يلا اسمي قراش محمد جواد. ايه وجبت المعدل وجبت المعدل تاعي 8.5. 8.5 ايه تزيد تطلع شويه زيد قافز تبين باللي قافز. وهذه وشنو هذه؟ قندوره. قندوره برك. هذه تاع من؟ هذه تاع المجاهد. تاع المجاهدين ما شاء الله. يلا شكرا شكرا المجاهد تاعنا، بارك الله فيكم. نشكر الشهداء تاعنا اللي رانا بهم رانا عايشين. احنا بقاو لنا زوج نروحوا نفتحوهم. ها ياسمين تقلقت مصباح هي تشوف. انت لو كان كنتي تشوفي واش كاين تعرفي واش عندك. شوفي انتم عندكم في زوج عطار اوتو، عطار اوتو هكا عندكم في زوج. ها عطار اوتو، عطار اوتو هذه تديها لباباك يولي يجي لهنا ياكل خطره، يروح عند عطار اوتو يديروا له الفيدونش. قول له عطار هاني نقول لك من دوكا هذا تعطي له فيدونش. هاو جاي هكا ربحت باباك فيدونش هكا، هو على باله واش معناتها باباك فيدونش وخلاص يعيط له. قول له انا ربحت في الكنز فيدونش. ها وانت يا هذا تالك بالك بدلتكم ولا؟ ها صح. وانت يا عطار اوتو ان شاء الله واش قال لك خويا؟ قال لك خويا مقبل اش قال؟ قلت له روح دير الطوموبيل فيدونش. قال لي قال لي انا عندي البيرمي. واش قال؟ طوموبيل. واش قال لك؟ كاين برمي ما كاينش طوموبيل. ان شاء الله ربي يرزق الطوموبيل. هذا ما كان عطار اوتو. يلا نفتح تاعك ياسمين. تاعو تاعها هي تاعها هي. هذوك انا عندي زوج يدين. ها قلت لك شوف كل واحد يفتح السكرين ولي. ها كل واحد يفتح وحده صح. شد شوف هذه تاعها. اي شد استنى بصح ما تفتحش. اي وانت يا هاكي تاعو ما تفتح هكا هكا بردوا قلوبكم. انا عندي حاجه اليوم ياسمين وعبد السلام هي تقول يفتح الاول ويقلها. انا دوك تدي تاعها هذه تاعها. اي تشوفوا شدات وهي راح تشوفوا شدات. ما تفتحيش بالعقل. استناي انا نقول لكم صح. لو كان ما تفتحش هذه وانت ما تفتحش هذه نعطيكم مليون مليون. ايه وما تديش واش كاين في الورقه وانت ما تديش واش كاين في الورقه. ها انا اول مره هذه على جال عندي لاع الثوره تاعنا في 54 اول نوفمبر. انا زدت لكم حاجه حاجه تدي مليون وما تديش واش كاين في الورقه. الورقه تاعك هي هذه. ايه وانت هي الورقه تاعك هذه. نعطيك مليون وما تديش واش كاين في الورقه، وانت نعطيك مليون وما تديش واش كاين في الورقه. اختاروا مليون ولا تدي واش كاين في الورقه. استنى نتفاهموا. اعطيني عسكري اروح اروح اجري اجري صاحبي. اعطي البابا هونيك امين والاخر نعطي لهم باش يزيدوا يشوفوا معانا. هذه اللي اول مره نديرها وانا نديرها باسم اوبي. اوبي قال لي انا اللي حب ما يديش الورقه مع الاخر هو شاف ثلاث حصص ولا قال لي كامل داو تحت 500 وحده دا هكايا والاخر. وانا ماشي انا اوبي راني نهضر معاك ماشي انا، هما اختاروا هذاك. احنا عندنا من 500 حتى ال 15 مليون بصح هما هذيك واش طاح لهم. هاو خرج لك انت البلاي هذوك الاخرين كاع خرجوا راهم هنا ما على باليش واش بقى لك داخل الورقه اللي راهي عند ياسمين. مليون اعطيني تشوف بابا واش تخير انت. امين واش حبيت؟ مليون. امين قال لك مليون. انا معليش انا نخليكم مليون دبروا يسانكم. مليون تقبلي ولا تدي واش كاين في الورقه؟ يلا انا ما على باليش واش بقى في الورقه. انا ما نعلمش بصح لو كان نبقى نحسب على بالي واش كاين. لو كان نحسب انا نعرف نحسب. لو كان نقول لكم تشوف شتا هذيك تاعها تدي مليون هذاك امين وقال لك مليون راني عاونتك. اعطي تشوف عسكري اعطي تشوف الخوه اعطي الخوه منصف. اي منصف مليون ولا يدي واش كاين في الورقه؟ هو شي خيار هو جابنا لهنا احنا جبنا هو واش جاب. يلا ياسمين هي يلا يلا هاني زدت لكم حاجه عطيتكم فتحتوا اربع سنين. قولي شنو قعد؟ ها شنو قعد؟ ما نقولكش انا ما نعرفش انا نقدر نحسب. هذه راحت ما تقوليش هذه راحت. استنى استنى نهضر معاك انت. يلا مليون 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 انتايا مليون افتح لها الورقه. اعطيني الورقه اعطيني الورقه انا نفتحها انت تفتحها. أي. افتحها يلا حبيب برد قلبه. يلا شوفوا ايش فيها شحال فيها. ها كنت راح تدي هذوك لي زاربوت. شنو هذا؟ هذاك راح تديه تاع تليفون تعطيهم لباباك ولا لماماك. صافي ربحتي مليون احسن من هذه. صافي هذه صوفات ديت
ها ديت مليون احسن صافي كي اوبي اكسو فيتنا واحد هاي بقات لها لي زار بود يديروا واحد 400,000 ولا هاي ربحت مليون اعطونا تصفيقه عليها هذه اختارت ايوا قيت انت مليون ولا واش كاين في الورقه واحد ما يعرف واش كاين انا قلت لك منصف تشارك معاه اعطي المنصف اعطي المنصف معليش مليون ولا واش كاين في الورقه انا درت اللي ليا قال لي اني حاب تديني جبته هو وزهره انت حاب تدي واش كاين شباب يخير واش خير يلا ها تفتح واحد اصبر واش نصبر واش نصبر خويا ما عندي ما نصبر عندك مليون ولا تدي واش كاين في الورقه هذه عبك زدتهم زايدين انا وبي قال لي دير مع الاخر هكا بالك يربحوا مليون هاي ربحت هذه هي رابحه الله من نار ها دي مليون هاك سور ايه هاي السنين انا افتحها تي تفتحيها بردي قلبك شوفيها وحدك مالك شوفي متوريها ناس كاع خلاص ساعة ذكية شوف سبحان الله العظيم ها كنت حبسها عندي وحدة عندي عنده وحدة اعطيني هنا كان عنده ساعة ها عطر اوتو كان عنده من هيك لي زاربوت ومنها ساعة ها صافي صوفيتكم دقيقة الاخرى غير قلت لكم الدوش كاين عندكم اصلا نعاود نولو اولا وشنو لا قال لي هو نعاود نولو انت نعطيك ساعة نعاود نولو نعطي لهم مليون لا ما نعاودش واش خلاص ورا اللي كتبكي مقبل وراهي ارواحي تجيبي مليون وتجي انا دوك انا اللي حنبكي ربحوني في زوج انا زعما لعبتها هكا هكا دو مليون ها زعما لعبتها شوفي العسكري تاعنا والله غير راهو بالمرصاد هيا علاش بكيتي هيا عطيني شوفي علاش بكيتي لا خاطر الطفل هذيك النهار راحت وانا ما رحت راحت زوج خطرات وهي هذا الحط والشيوخ تاعكم يحصلوا على بالك خاطر يقولوا هذه بعد يبكي هذا وبعد يزيدوا يحصلوا شحال في عمرك شحال جبتي معدل جبت 7.40 ايه وعمري 10 سنين وانا كي تجي بيتي فوق 8 روحي عندي اي وعديني على القرايه وين جبت ساعه صح دوك نعطيك هنايا شوفي مليح نعطيك وحده اوبي ونعطيك وحده كاوكاو تاع فارس زيدي واش تعطي لها اسماء ونعطيك وحده شوكولا مليحه ايه روحي تعطي اسماء تعطيهم لك يلا اعطونا تصفيقه عليه هيا صح شكون يزيد يبكي نزيد نعطيه له شكون يبكي ها حتى الشيخ تاعهم قال لي انا واش دير بهم مليون ان شاء الله ماكش عارف ايه كنت جيت كلمه واحده تقولي نعطيهم ماما تدبر راسهم تا مانيش عارف شكون جابك شكون خويا ويما اعطيهم لخوك وماماك 500 هي اه خلاص هيا وانتيا ما بانيش ما باكمش حتى باباك وماماك ما تمدوهمش نمدوهم بابا إيه كيف هاتي قلتي ما على باليش بعد قالت لك نمدوهم بابا نمدوهم بابا نورمال نورمال زواخة تاعنا نورمال عبالكم انا ياسمين جيت بومرداس هكا نورمال نمدوهم بابا ماشي صح زين عاودكم انا ياسمين اش تخيري مليون ولا مليون هكا وعبد السلام انا عندي كيما حبيت باباك ولا ماماك يلا للزوج وانت خويا ولا ماما للزوج هيا بصحتكم اعطونا تصفيقه كبيره يلا بصح حاجه اروح جيبي اروح ايا اروح كان يصفق وفرحان وكذا اجري صفقوا عليه هروح هذا جارنا الله يبارك اروح تشوف كيفاش يدير لنا حاجه واش حبيت ها حتى هذا يلعب في الكنز ها يلا صفق انت يصفق وضحك هيا صفق ظنيت بالجماعه تكون هنا ولكن ماشي هنا ربي يجعل خير اشكون لا تكلم الواد حمل وجاب باش طمعه تقدم
لاباس يا خويا. كيفاه يا خويا العزيز؟ لاباس يا خويا. صح شو ما عندك طول هالجبل؟ وش نقول لك يا سيغاني؟ العسكر العسكر راني نسلك له في كل بلاص والدواء ما يشكر على هذا الشيء اللي خلاني اطول. العسكر اسمع هذا الشيء اللي ينقص النجم المعنويه تاعنا. لازم ناخذ فارتيز وملعنا الاستشهاد. اسمعني ولا لا؟ انا ما سيغاني لا هذا البلد. اشكون؟ كلا نحن نشوف طبعا القدم. العسكر العسكر راهي نسلك له في كل بلاص الحالة ما يشتعجب لهذا الشيء خلاني يطول. نفس القول نفس الجواب. استمعوا لي هذا الشيء ما يخوفناش ما ينقص النجم المعنوية تاعنا ولازم ناخذ الفارتيز وما لنا الاستشهاد. سمعتوني ولا لا؟ راس غادي ردوا بالكم. اشكو كلا ودهم الجب شطب ما اهلا سيبو قرن راك في كرة. اهلا سيبو قرن في قصراوي. اهلا سيبو قرن كيف يخلي عزيز عباس صح شو ما عندك تقول هذا خير ان شاء الله. شو نقول لك السي غاني العسكر العسكر راهي مشرك له في كل فلاس حالة ماش تشكر. نفس القول نفس الجواب. اسمعوني يا خو هذا الشيء ما ينقص النجم المعنوية تاعنا لازم ناخذ القاعدة ثم العلاج الاستشهاد. سمعتوني ولا لا؟ هذا الشيء غالي. نعرفكم على ضيفة جديدة تنضم لينا اللي هي بنتي فاطمة. سلامتكم يا خو. عليكم السلام. هذا شيء شرف لي عظيم يا بابا العزيز بكون في صفوف الجيش التحرير الوطني الشعبي ونداوي وندافع على بلادي وهذه مش خسارة وهذه مش خسارة في بلادي. وتحية الجزائر. تحية الجزائر. روحي للمركز يا بيه عندنا بزاف جرحى وتهلاي فيهم. بسلامة. ربي معاك ربي معاك ربي معانا ربي معانا. فهمتوه المهمة تاعكم لازم ننفذوها بإحكام والعدل لازم ما يكشف ناس. سمعتوني ولا لا؟ العكسي خالي. والآن نسيرا نستنى فيك. وين كنت؟ واش الأمانة جبتها؟ معلوم جبتها. شد شد شد. لا لا خويا متروحش منا روح منا خويا منا ربي معاك.
ربي معك ربي معك ربي معك. دوك نسجك يا واد الكلب. كيس كنت تدي نو ميسي سي تري جولي نتخبى. بلادي ارض الحريه تفكريني باصلي باصلي وجدادي يا بلادي ضحى وليك رجال ونسى باش يبقى راسك مرفوع يا بلادي يا بلادي كانوا ما زال عندك ابطال كانوا ما زال عندك ابطال وتحيا الجزائر تحيا الجزائر. نشوفوا لي بارون تاعنا ونعطوا الكلمه وما تروحوش. عندنا هديه من فرقه المواهب البريئه اللي جات معنا وتاني نروحوا نشوفوا لي بارون. اي عسكري شوفوا لي بارون يعطونا كلمه كلمه اخيره باش نروحوا. يلا اعطينا لمديه روح لمديه هو يعرف الله غير انا اليوم سوفاني احسن من اللي كانوا يخدموا معايا. اعطونا تصفيقه على العسكري تاعنا. روح لنا تحي لهم انت روح شوف الهيكه ودير لهم تحيه. يلا الله يبارك. يلا السلام عليكم خويا ابراهيم. شكرك على الحصه هذه حصه الكنز. الله يحفظك. حصه مشهوره في قناه مشهوره الجزائريه انوان. كان عبد السلام عنده زهر معكم مالغري ما عندوش بزاف من اللي سجل عنده هذا السمانه كان زهره كان زهره زهره وجاو كانت هذا الدعوي تاع باباكم الله يرحمه. باباكم دعا دعا وراح والدعوه راهي عند الاب عند الرب سبحانه هكا هذه هي. وراه جا شارك معكم لهنايا كان شويه يخمم سريسي وراه طر له هاو ربحني وربحني ربحك مليون ربحني من بصحته بصحته كان مدي ساعه عنده ساعه هيا خلاص او جاتو على قلب اخوك شت او جا معاك الله يبارك هيا اعطيني 500 منها حق ما جبته هيا روح الماما الماما اعطينا كلمه. السلام عليكم. سلام يعطيكم الصحه اخويا ابراهيم على هذه الحصه. الله يفرحك. لا يوفقكم ان شاء الله ويقدركم. امين يا رب. وهذه هي فرحتي اكيد مادام فرحت في الهواء انا فرحت. هذه هي بيان سور الماما هذه هي فرحتي هي فرحتي انا. ربي يشد لك فيهم يسلمك وتهلاي في روحك وفيهم اكيد اكيد. انت عندك امانه كملي هاو كبر شويه منصف ان شاء الله يزيد هو يكبر ويهنوك ان شاء الله. ان شاء الله نصيفوا في مراتب عاليه ان شاء الله برك. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ويوفق كامل الجميع ان شاء الله. واش تقولي لي ياسمين هاي ياسمين ثاني واش راح نقولها يعطيها عجباتك اكيد ضحكيه السوق عجبتيها ربي يخليها لوالديها ان شاء الله ويخليها لوالديها تاج فوق راسها ان شاء الله. الله يحفظك هاي على السكري شكرا هاي هاي انت يا كلمه يعطيكم الصحه على الاستضافه ونشكركم على هذه الحصه والسلام عليكم. بارك الله فيك شكرا لك. الحمد لله ربي ونشكره على الساعة اللي رانا فيها بيناتكم قاعدتك ويعطيك الصحة أخويا إبراهيم. الله يحفظك أنت تاني بارك الله فيك. خاطرك واسع بزاف. هذو دراري وشنو. الله يبارك ربي إن شاء الله يدوم. الله يفرحك. يدوم يعني تجمع لكم جمعين قاعدتك فيه. آمين إن شاء الله. في الصحة والهناء إن شاء الله. آمين إن شاء الله. آمين. آمين إيش تقول لأختي؟ هيا إيش تقولها؟ إحنا قلنا كلمة من بعد تقول لأختك. نشكر عمي ابراهيم على هذه الحصه. شكرا ان شاء الله تكون معنا كشخه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه. وياسمين قسم بصحتك ياسمين بصحتها ونقسموها انا وياس تك الصحه هذاك وعندك الحق. يلا كلمه هيا اعطينا كلمه العسكري اعطينا كلمه تروح الكلمه كلمه للكوتش يعطونا كلمه كلمه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. أنا الثاني نقول لك يعطيك الصحة ويعطيك الصحة كامل على الدراري اللي جبتهم منا من مدينة البويرة وكنت في المستوى حتى المسرحية كي شفناها كانت في المستوى بارك الله فيك. وربي يجازيك وربي يقدرك إن شاء الله ربي يقدرنا وحتى المدير ثاني بارك الله فيكم. إن شاء الله وبارك الله فيكم. ما من اليوم عندنا ثاني مسرحية إن شاء الله راح تكون في المستوى إن شاء الله. صح. وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة على الاستضافة.
يا استاذنا. السلام عليكم، يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة، هذه الحصة هذه الجميلة الرائعة الثرية. وان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله ربي يوفق الاطفال ان شاء الله في الدراسة تاعهم، وان شاء الله نشوفهم في المستقبل ان شاء الله حاجة كبيرة ان شاء الله للبلاد ان شاء الله. وتحية الجزائر وبارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيك. ايا ياسمين، شكرا. ايا روح انت روح، هذا العسكري اليوم خدم معنا بزاف. اسمع اعطي له هدية، هذا اعطي له هدية، عندنا واحد الهدية هنا مخبية، اعطيها لي. ايا شوف كي جيت تاع السكرين مديناها لك الهدية. تايا تحية الجزائر، ها اعطينا شحال اسمك. ايا روح جيبيها، هيا ها هدية ها. واسمي مهدي مقدم. ها ها من نوى الينا على السكري مع الشرطه. ها خاوه خاوه. نعم. واسمك؟ واسمي مقدم مهدي، جبت المعدل 8.38. الله يبارك ما شاء الله. ما تصفقوش على العسكري تاعنا اليوم خدمت. انا اليوم ما راحش تخليك عسكري، انا اليوم انا عندي رتبه خير منك انت اليوم. ها راني شوف انا لابس كلش كلش تاع العسكر، عندي رتبه خير منك، تاك لابس الاصفر وانا لابس كلش خضر. انا اليوم راح نطلعوه نرجعوه كابران. ترجع كابران؟ هيا روح دير التحية بلي رجعتك كابران. يلا روح هيا هيا دير لهم تحية، واليوم انا رجعتك كابران. يلا في الحصة تاعي. يلا حطين ها ها كليت كابران، عد معايا باش نختموا الحصة تاعنا. يلا انا نشكرك انت هيك اليوم خدمت احسن من اسماء من دنيا كامل، احسن منهم كامل والله، كنت في المستوى. يلا هيا كلمة اخيرة ليها ولا ليك؟ هي تاني ليها ولا ليه؟ شكون يقول كلمة أخيرة له؟ أنا. تيا يلا هيا ياسمين بدك سالي ياسمين. نشكر حسن الكنزة على هذه الاستضافة الرائعة، ونشكر عم إبراهيم وقناة أنوان. شكرا، نشكرك أنت يا تاني زوخة تاعنا. نشكركم نعاودها نعاودها. نشكر عم إبراهيم ونشكر أنوان، وبارك الله فيكم على الحصة الجميلة. هكا قلتي صحتك. يلا نشكرك عمو يا راجل. هاي نشكرك عمو ابراهيم بزاف على الاستضافه، وراني فرحانه اللي جيت معاكم لهنا في حصه الكنز. ايه وان شاء الله نتوفقوا في دراستنا ونكونوا من المراتب العليا ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله. انتوما صندوق انتوما، انا نقول لكم كلمه، هادو اللي جاونا اليوم هادو باينين باللي يكملوا يقراو عندهم مستوى في الدراسه في العلم هايل. انتوما كملوا على هذا المنهج، وماماك ماماك كي تقول لها ما تعاونكش راح تقول لك معليش، عندك اختك كبيره ان شاء الله تجيب الباك، وبعد هي راح تعاونك تعودي تقراي انت يا ايزي. مادام عندك اختك تقرا راح تولي تقراي، وماماك وباباك مازالهم صغار ان شاء الله ربي يشدهم لك، هادوك انت يا اقرايبك. حتى كي ما تخدميش والله ما تزعف عليك، انت ديري هذاك زعما كيكون عندك فراغ ديري تاعك مع ماماك تعاونيها، وهذه هي هكذا. وانت اخويا دارك هايل، قرايه الدين كل شيء، وزيد العلم. العلم انا ما نوصيكش عليه على بالي تقرا، خوك قرا وجاب الباك، امبوسيبل ما تجيبش الباك، ان شاء الله تجيبه في اعلى مراتب ان شاء الله. الله وربي يوفقك، وتهلا في ماماك هذيك خليها لك باباك امانه ان شاء الله، وهذاك مصف خليها له باباه امانه، ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. انتم تهلاو في ماماكم. امين. وانتم نقول لكم تحيه الجزائر، وتحيه الجزائر، وتحيه الجزائر. 1 2 3 فيفا لالجيري. ونقول لكم الى اللقاء في فرصه اخرى، والله يرحم الشهداء الابرار.